أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مغبرة في العديد من المناطق، تحديدا منطقة الإحساء والربع الخالي، وامتدت موجة من الغبار نحو المنطقة الجنوبية الغربية، تحديدا منطقة وادي الدواسر وأيضا منطقة نجران. باقي المناطق شهدت أجواء مستقرة لكن باردة، خاصة في المنطقة الشمالية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء مستقرة، طقس صافي 7 درجات مئوية، الملموسة 5، رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس بارد بشكل لافت، عرعر 11 إلى 0 درجة مئوية، سكاكا 12 إلى 1، وتبوك 16 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 21 إلى 12، جدة رياح نشطة ناتجة عن هبوب لرياح الصبة المثيرة للأتربة والغبار 32 إلى 21، مكة المكرمة 33 إلى 21، والطائف 25 إلى 11 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 22 إلى 8، الباحة 19 إلى 11، وجازان 28 إلى 23. المنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة 18 إلى 8، حفر الباطن 14 إلى 2، الإحساء 17 إلى 6 مع طقس صافي. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 16 إلى 7، بريدة 13 إلى 5، وحائل 12 إلى 3 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.